الصدقي، عضو في جمعية مشلي فن إفران لكرة السلة. هاد الفوروم تروزيام إديسيون ديال الفوروم ديال الميني باسكيت كان حقوه بتدعيم ديال الجامعة الملكية لكرة السلة وبتدعيم ديال لا ليغ ديال نوغيست. الهدف ديالنا من هاد الفوروم هو تكون عندنا واحد القاعدة كبيرة في المغرب ديال الصغار ما بين 3 حتى 7 سنوات. عيطنا على خبراء كبار باش يديروا تدخلات ويديروا واحد لا فورماسيون للتلاميذ ديال معهد مراشد مثلا سي بي ار، المدربين ديال كرة السلة، وبغينا نقسموا معاهم هاد التجربة. وان شاء الله كنتمنوا هاد التجربة تكون تكرر عدة مرات وعلاش لا مع دول اخرى. كنعتبروا هاد البادرة حسنة خصوصا بهاد التكوين هذا ولا هاد الفوروم اللي هو عبارة عن يومين دراسيين فيهم دروس نظرية ودروس تطبيقية، وهذا ما يمكن له الا يساهم في تكوين المدربين وخصوصا النقص اللي عندنا فيما يخص هذه الفئه العمريه. لان ملي كنتكلموا على الميني باسكيت فهو عالم خاص بجميع ما تحمل هذه الكلمه من معاني، لان الاطفال صغارين عندهم دي بوزوان خاص بهم، دونك حتى المؤطرين ديالهم خصهم يكونوا في المستوى ويعرفوا يتعاملوا مع هاد الاطفال هذو. اذا حقيقه هاد اليوم هذا غيكون كذلك مناسبه بالنسبه لهاد المدربين، ماشي باش يبقوا غير منحصرين غير في تتبع هاد الدروس هذه، ولكن اضافه الى هذا فكنظن غيكون من المستحسن باش يخلقوا بيناتهم واحد الديناميه ديال النقاش حول التجارب ديال كل واحد في العمل ديالو في المدارس ديال الميني باسكيت، لان عارفين كل مدرسه عندها الظروف ديالها، كل منطقه عندها الخصوصيات ديالها، وفي قطار ديك النقاش بيناتهم فيمكن لهم هذا تكوين في حد ذاته. ما يمكن لي الا نشكر حقيقه الاخوان اللي قاموا بهذا التنظيم هذا، وكنشكرهم كذلك على اقحام الاداره التقنيه في هذا المشروع هذا او في هذا التنظيم هذا، لان الاداره التقنيه فتح الابواب ديالها من هذا جميع هذه المبادرات بحال هكذا، لان الميني باسكيت في الاولويات ديال البرنامج ديال الاداره التقنيه. وخير دليل على هذا هو يعني البرنامج الوطني للميني باسكيت اللي ان شاء الله غادي نقوموا ان شاء الله غدا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سي اون غروند اوكازيون بور نو de participer le troisième forum du mini basket, une édition très spéciale parce que depuis 3 ans on l'a lancé, on l'a fait avec des clubs, avec des ligues, et là pour la première fois on le fait avec le soutien inconditionnel de la fédération. Et donc pour nous c'est super important, avec la présence bien sûr du président de la fédération qui nous a fait l'honneur d'ouvrir officiellement le forum, et puis la présence aussi de la direction technique représentée par Monsieur Rouas. Et en plus cette année on a eu la vice-présidente de la Fédération française du basket qui était là bien sûr pour encourager cette initiative et en même temps pour nouer des relations avec la Fédération marocaine. Et en tant que basketteur marocain, je ne peux être que fier. Voir aussi ces gamins et ces jeunes contents de participer à ce forum, c'est aussi un plus. Et surtout de voir tout l'engouement des participants. Donc je tiens à remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour la réussite de ce forum. Bien sûr, à leur tête, la Fédération, la Ligue Nord-Est, les clubs et tous les partenaires privés et les médias. Shukran. السلام، سميتي مهدي. عجبني هادشي اللي داروه لنا الكلوب امي باسكتبول، وبغيت هادشي كيتبقى يتعاود كل عام، وتعلمنا بزاف ديال الحوايج من مسيو دافيد، وشكرا. السلام، سميتي ايمان. عجبني هادشي بزاف، وعجبوني لي زونطريمون ديال مسيو دافيد، وكنتمنى ان هادشي دار كل عام. الاسم طارق الرزين، استاذ التربيه البدنيه ومدرب درجه اولى فيدراسيون رويال ماروكان باسكتبول، الكلوب يوسفاز. كنت من المحظوظين انني نشارك في لي تروز ايديسيون ديال لو فوروم انترناسيونال باسكتبول. الاول كان في مكناس، الثاني في الصويره، ودابا هذا الثالث اللي كاين دابا في افران. وهذا الفوروم هذا كان فيه واحد الحاجه زايده على لي تروا لي دو اخرين، اللي هي لو بيبي باسكت، اللي اول مره كنشوفوه في المغرب هنايا، وشي حاجه اللي جديده عندنا في المغرب. واستفدنا من لي كوتش اللي جاوا، الكسندرا اونيو، مسيو مراكشي، لي كوتش الكبار ديالنا المغاربه، مسيو الرواس اللي عايز تكون انترفونسيون لو ديمونش ان شاء الله.
وكنتمنوا هاد لي زيكزيرسيس وهاد الشيء يكونوا نطبقوهم في لي زونطريمون ديالنا. وبالنسبه لهاد لي فوروم هادو كنتمنوا انهم يكونوا ناسيونال، انهم يزيدوا يتعموا في المغرب كامل باش تكون الاستفاده عامه ويكونوا وتكون لا باز ديال لي زونطرينور تكبر ان شاء الله باش نقدروا نزيدوا بالباسكتبول ماروكان القدام ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكروا لاسوسياسيون سيزام على هذه البادره اللي كتقوم بها بشراكه مع الجامعه الملكيه المغربيه لكره السله، والحمد لله في اطار هذا الشراكه اللي كاينه ما بين الجمعيات سيزام والجامعه الملكيه المغربيه لكره السله. هذا الشيء غيعود لي بالفائده، لان خصوصا هذه الفئه الصغرى ديال الميني باسكيت والبيبي باسكيت خصها واحد الاهتمام كبير، لان هي القاعده اللي بامكانها تعطينا لاعبين في المستوى في الفئات الصغار والفتيان والشبان، واللي غادي تعطينا ان شاء الله على المدى البعيد واحد اللاعبين في المستوى الجيد والمستوى التقني باش نعزوا الفروق ديالنا الوطنيه بلاعبين في المستوى الكبير ان شاء الله باذن الله. Donc au Nion David, donc je viens de France, du Calvados. Donc j'ai été invité par la Fédération Royale Marocaine du Basket pour participer au forum. Je suis ravi que le Maroc s'intéresse à ces jeunes, commence à construire vraiment une vraie politique du basket. Donc c'est vraiment un honneur d'être ici. En plus, on est reçu à Ifrane dans des conditions plus que magnifiques. Donc je remercie tout le monde pour ça. Ça a été très enrichissant pour même nous en France qui avons des dispositifs qui sont déjà mis en place, des choses déjà très marquées. Ça a été hyper intéressant d'échanger, de rencontrer pas mal de gens. Et pour ça, merci et c'était génial.